أتمنى يصير العمر عمرين كل ساعة أحن يا وطن واشتاق، ما حد يسبقك يا الغالي يا عراق يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ، مر بهاي الأجيال وعلم شامك حل أيام ما مات يا تاريخ، كل هالهاي الأجيال وعلم شامخ على الأيام ما مال، كل حكي الفخر بس إلك ينقال، ومثلك حب بعد ماكو على الإطلاق، ما حد يشبهك يا الغالي العراق. الله الله، أكيد ما حد ما يشبه الغالي العراق. وأستاذ حسن، أي القصائد التي أفكت حسن الخزاعي؟ والله عزيزتي ببهامي وبإيدي دق ملامة وعظم، ببهامي انا وبايدي دق ملامه وعظم، شلون نطيت لزمه واني ما انكر، ببهامي وبايدي دق ملامه وعظم، شلون نطيت لزمه واني ما انكر، شلون نطيت قلبي والعمر خلصان، مزهر بالكآبه ولازف غمض، شلون شحسبت وتأشر الخمسين، شظن يرجع شبابي بثوب المفضل، شظن ترجع التوثه كانت من سنين، شظن يرجع حديد العظم المرض رض، لسن مو بيدي الناس فتق بالقلب ما محسوب، اخيط بالفتق بس الفتق يا رب. الله الله، هاي دمعات على الشباب، الراح بلعش راح، هاي من عندنا احنا شبابنا راح حرامات يعني، سرقنا انا سرقت 40 سنه من عمري او 35 سنه ما اعرف وين راحت، 35 سنه ما اعرف وين سرقت مني، سرقت زمن، سرق حظي، ما اعرف مين، من السارق ما اعرف، السارق مين؟ ما اعرف. استاذ حسن انا العفو، هاي السرقه مش من حسن الخزاعي، لا، من العراقيين، سرقوا منهم 35 الى 38 سنه من عمرهم، ما يعرفون شلون سرقت، مكبلين بلا ما نعرف شنو، شنو القيد ما نعرف، هو هل حب؟ هل تجافي؟ ما نعرف شنو، حب تجافي ما نعرف. أستاذ حسن، ما الذي جعلك تتأثر بالشاعر الكبير نزار القباني؟ هو نزار قصيدة كبيرة، نزار أنا أعتبره قباني الله يرحمه، يعني السلسلة الباقية للجواهري ثم العفو، نزار قباني، السلسلة الباقية من الجواهري المتنبي، سلسلة هيك الجواهري المتنبي، يعني سلسل نزار قباني لا يمكن أن يكون نزار قباني آخر، أنا كتبت أعمال كثير، حاولت أن أكون قريب على نزار لكن لا يمكن. شنو هي الأعمال اللي كتبتها قريبة من قصائد الشاعر الكبير نزار قباني؟ والله كتبت والله، لكنه لا أستطيع أن أكون على نزار، يعني كتبت في تأنق أيها الأحلى، تأنق أيها الأحلى، تباهى سيدي أرجوك لا تخلى، تأنق أيها الأحلى، تباهى سيدي أرجوك لا تقلق، فأنت بداخلي كل وأنت نزيفي الأعمق، تأنق تأنق وأنت شي مرحل، نثرت بدربك الزنبق، أيا شلال أحلامي ومالك دنيا المطلق، بثغرك يا معاناتي ينام اللؤلؤ الصافي، بثغر يشبه الزورق، وصدقني بأن شبهك الثاني لهذا اليوم لم يخلق. الله الله استاذ حسن، لكن انا وين استاذ حسن، اخر اعمالك او اخر مشاريعك؟ طبعا انا سعيد جدا انه التقيت في الشام مع مطربين كبار، واخص من عندهم الفنان الكبير فؤاد سالم وياس خضر ومطربين شباب، لكن تعاملي كان مع الاستاذ الكبير فؤاد سالم، وكتبت اعمال عاطفية غناها، يعني سجلها لي الحان سليم سالم لفؤاد سالم، فأكو عمل كبير أيضا اتفقنا عليه، هو عن العراق وعن نرفض التقسيم ونرفض التجزئة ويبقى العراق واحد، نبقى احنا أخوة في كل العراق يا جماعة، قلبنا ينبض نبض واحد، فاقترح الأستاذ فؤاد أنه شلون أكتب أنا هالعمل، فقلت له يعني أبد مو من اللي خصمك يا عراقي، تروح ناس وانت للاجيال باقي، تروح ناس وانت للاجيال باقي، نريد احنا اللي نريدك، واحد وايدك ويا ايدك يا عراق الخير لك كل اشتياقي،
أبد مو من اللي خصمك يا عراقي. ما نريد اللي ما يخليك على راسه، ما نريد اللي ما يحب أهله ويناسه، قلب صافي نريد ما تهم السياسة، يهمنا حب عراقنا الباسل الباقي. أبد مو من اللي خصمك يا عراقي. يا عراق الراد تقسيمك غريب، هذا لا أنت حبيبة ولا حبيب، منين لتاريخنا الزاهي العجيب. أدعو الله تظل واحد من أعماقي، أبد مو من اللي خصمك يا عراقي. يا عراق الخير يا رمز الحضارة، خسرنا احنا هواي مو كافي خسارة. يا عراق الخير يا رمز الحضارة، خسرنا احنا هواي مو كافي خسارة. واحد احنا الجار ما ينطي بجارة، واحد احنا الجار ما ينطي بجارة، ونرفض احنا المي ان التلاقي. ابد مو من اللي قسمك يا عراقي، تروح ناس وانت للاجيال باقي. نريد احنا اللي يريدك واحد وايده ويايدك يا عراقي، الخير لك كل اشتياقي. ابد مو من اللي قسمك يا عراقي، ابد ابد مو من اللي قسمك يا عراقي. عشت عشت استاذ حسن، وبهذه القصيده الجميله اللي تعبر عن وحدة العراق ننهي بها برنامجنا محطات في حياتي، وإن شاء الله نشوفك بكل خير أستاذ حسن. شكرا جزيلا، أشكركم جدا وأشكر محطتكم الراقية، وأشكر مشاهدينا، وأتمنى أن ألتقيهم في حلقة جديدة من برنامج محطات في حياتي. إلى اللقاء.